أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الذي يزور البلاد حاليا. وكان رئيس الوزراء الجزائري أمين بن عبد الرحمن استقبل في مطار الجزائر الدولي رئيس المجلس الأوروبي، والذي سيبحث أثناء هذه الزيارة آفاق التعاون بين الطرفين، خاصة في مجال الطاقة وإحياء اتفاق الشراكة ومستقبل علاقات الدولة العربية مع إسبانيا، بالإضافة إلى العديد من الملفات التي على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا بعد قرار روسيا الأخير القاضي بالوقف التام لضخ الغاز إلى القارة العجوز.